أبرار الزهيري، زينب الأنصار، إسراء الشمري، حيدر الحميداوي. يقدمون جعفر والأصدقاء. يا لك من مضحك جعفر. جعفر، هل يمكنني أن أسألك سؤالا؟ لماذا لا تنقع وجهك بكلورات عندما تذهب إلى محل بحر تضحك لكي يراك الناس؟ تعالي لكي نسأله لماذا يبكي. لماذا تبكي يا جعفر؟ ماذا، بعض الناس يسخرون مني لأني أسود اللون. لا تميز جعفر عنكم. وما شأنك أنت؟ أيها المدير، أيها المدير، أرجوك أن تتكلم معهم. بعض الأولاد يسخرون من جعفر. هيا لنذهب إليهم. ماذا يجري هنا؟ الأولاد يميزوا ضد جعفر بسبب لونه. أيها الأولاد، لا تميزوا جعفر عنكم، فأنتم ليس أحسن منه ولا هو أحسن منكم، بل يجب أن تعاملوه كمعاملة الأخ. هل تسامحنا يا جعفر لأننا قاسين عليك؟ نعم بالتأكيد. يجب أن لا نميز ضد أحد لأننا جميعا متساوون، لا فرق بين أبيض وأسود، فتاة وفتى، أو معوق وغير معوق. هيا نلعب بالكرة. هيا 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 نلعب بالكرة. هيا نلعب.